تعد الأسماك المجففة من أبرز مكونات الوجبات الموريتانية، وتمر هذه الأسماك بعد مراحل قبل أن تكون صالحة للاستهلاك. نتابع المزيد في تقرير لالا بتلمد. قد لا يبدو شكل هذه الأسماك مألوفاً للأكل، ولكن العكس، فهذه الرحلة الرابعة لهذه السيارة حتى الآن. أطنان الأسماك تصل إلى هذه السوق يومياً، حيث تتم معالجتها وتجفيفها حتى تكون جاهزة للاستخدام. والمجال يدر الكثير من الدخل على ممتهنيه، بل ويدخل في السلسلة الاقتصادية للبلد من حيث التصدير. الكميات التي ننتجها هنا كبيرة جداً، حيث يأتي إلى هنا تجار من بعض الدول المجاورة ويأخذون الأطنان منها، وهم يعيدون الكرة في شهر مرتين تقريبا. إنه عمل رائع ومضر للدخل. أسماك لم تعد طازجة بالكامل، وخنشات ملح وبعض من المعدات البسيطة. بها يتم إنتاج أطنان الأسماك المجففة، منها ما يدخل سوق نواكشوط، ومنها ما يتم تعليبه لتبدأ رحلة تصديره إلى المناطق التي تشكل أسواقها أكبر حاضن ومسوق للمنتوج. آتي إلى هنا لشراء السمك المجفف لأصدره إلى مناطق الجنوب. السمك المجفف بالنسبة للسكان هناك مهم جدا وضروري في الوجبات اليومية، يمكن أن تقول بأنه الأكثر رواجا هناك. حركة اقتصادية نشطة يشهدها سوق الأسماك المجففة في نواكشوط، ورواج يبدو ملحوظا على المستويين الداخلي والخارجي. سوق إن وجدت ما يكفي من الرقابة الصحية والاقتصادية المنظمة لبيئة الإنتاج والتصدير، سيكون لها مردود معتبر على الاقتصاد وعلى الماركة الموريتانية في الأسواق الخارجية.